المشاركين في الهيئات بدنا باش نستقبل النقاش من ناحية المستديرة بالملاحظة ديالو والاختصار السيمانة اللي دازت في الأسبوع. غتكون بحال تذكرنا في جدول الأعمال كاينة مناقشة ديال القضية المصادقة عليها بعد النقاش. كاينة واحد صياغة كاينة تشكيل تحسب القضية تشكيل ديال السكرتارية وبلاغ ديال التأسيس بلاغ صحفي ولا بلاغ للرأي العام والتأسيس وهاد الائتلاف لقينا حسبنا شي بالسمية ديالو ولا حساب المائدة المسجلة في السبت ولا السكرتارية ولا الجام يعني واحد الصياغة برنامج نظامي أولي ولا نخلوها من بعد على حسب النقاش. غنعطي الوصف الحجوجي بشكل مختصر. ذكرنا بالخطوط العريضة ديال الأرضية وغادي بعد نواجهية المقيسة نكون إطار ونعطي التدخل المنتدى جمعية الفيفا العصبة الجمعية الوطنية الهيئة الوطنية جمعية لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا توحدت وتكتلت. إذا بالنسبة لنا كإطار جديد فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في العرائش لا يسعنا إلا أن ندعم هذه المبادرة وهذه الخطوة. ندعمها انطلاقا من مرجعيات حقوق الإنسان. اختلاف ربما فتح هذه إطارات حقوقية، ما كاينش اختلافات ربما تكون كبيرة، لأن المرجعية هي أصلا مرجعية حقوقية. فربما في تقديري ما نديروش تعقيدات كثيرة باش نحاولوا نرصوا الصفوف وننبضوا على القضايا المفروض أننا ننبضوا عليها. هذا باختصار ندعم هذه الخطوة، كما نتفق مع تشكيل هذا الائتلاف، الائتلاف المحلي للجمعيات الحقوقية، ونتمنى أن يطلع بالمهام التي ستوكل إليه. المواعيد الدولية، أنشطة التي تهدف إلى آخره، والنهوض الحماية، قضايا الجماعية الشعبية إلى آخره، يعني لا المجال ولا الأهداف غير واضحة، ما مضبوطينش. من هذا المنطلق أنا ما كنقولش رحنا، أنا كنقول عير تكون على الأقل واحد الصيغة تنظيمية أولية اللي هي تدقق وتحط الملفات المضبوطة اللي على أساسها عام الفوق والأهداف في بغينا حنايا، هذا هو الأساس. أما المسألة ديال الضغط الهدف شيرما كنضع شي واحد حتى انا كنقول مساله التنظيمية تكون اوليه الى حين صياغه ارضيه. الانسان كان مناضل للدرجه الاولى بغض النظر على التسميات، وهي ليس اسماء وسميناها نحن وابائنا. نحن مع التنسيق، ما يمكنش شي واحد عاقل وشي واحد الهم ديالو هو الديمقراطيه والاحتساب الا يكون مع التنسيق. غير يجب تسجيل مجموعه الملاحظات. بدايه يجب الإقرار على أنها ليست النقاش الأول اللي كتجرى في مدينة العرائش حول التنسيق. كاين تجارب مختلفة ديال التنسيق، وآخرها التنسيقية المحلية ديال الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. دونك كان من الأجدر أن ينطلق النقاش من تقييم التجارب السابقة ديال الوحدة. شنو هي الأسباب ديال التعثر؟ شنو هي العوامل النجاح ديالها؟ شنو حققت؟ شنو راكمت؟ إلى غير ذلك. هذه أول نقطة باش يمكننا نشوفوا شنو هاد التجربة ديال النقاش الوحدة وشنو يمكننا تقدم كإضافة للتجارب السابقة، لأنه معظم الإطارات هذه ماشي أول مرة كنلتقي، راه الأكيد أننا التقينا في محطة عدة وفي خطوات تنسيقية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يعني كالأرضية التي قدمت، نعم كل الشكر والتقدير للرفاق في الجمعية الجزائرية للإنسان، لأنه بمنتهى الصراحة وبرغم رفاقية لا تقع إلى مستوى الإطارات التي نمثلها. اللغة التي استعملت فيها ليست لغة حقوقية بامتياز، ماشي لغة حقوقية.
لو حقوق الانسان ما كنقولش الدول الرجعيه والامبرياليه، اللغه لا تمت بصله الى جهاز المفاهيم ديال حقوق الانسان. دونك انا كنعتقد انها ارضيه ديال النقاش مزيان، ولكن كنظن من بين المهام اللي يمكن توكل لهذا النقاش الاولي هو انها تصير ارضيه عامه، وفي نفس الوقت تحدد ربما اللي جات في المداخلات ديال السيده العزيزه سيده تحدد فيها الاولويات والافاق على المدى المتوسط وعلى المستوى البعيد ديال برنامج استراتيجي كنهضروا هو التلال المحلي. دونك هنا واحد النقطه استراتيجيه هو واحد دينا واحد المدينه، ما نقولش المغرب لان هادو اطراف دينا، واحد المدينه اللي كتحترم فيها الكرامه الانسانيه وما يكونش فيها نحاربوا فيها الفساد ونحقوا فيها الى حد ما المواطنه الكامله للجميع ساكنات ومواطنات ومواطني مدينه العايش. هذه الافق الاستراتيجي للعمل ديالنا. وكاين افق مرحلي هي الملفات ذات الراهنيه بالنسبه للمدينه، نسطروا واحد مجموعه النقاط ديال اللي كنشوفوا هذه الراهنيه ونسطروا على برنامج نقاط ونهودوا الاحترام المغربيه وتحيه غير انا على الاخر. كلف الاخ برعوان عطاه وجهه نظر، انا مع الائتلاف الحقوقي لان محطه كنت من الراي ديال السيد توبي على اساس ان كانت تجارب سابقه كنا كنشتغلوا، كان ماشي مجموعه الاطارات اللي كاين دابا حاضره، كل واحد كيفاش كان كيدير هذاك الائتلاف على اساس ان الائتلاف اش كيحسبوا في راسهم، ما كانش ثقافه حقوقيه اصلا، كانت المنطق ديال الاقصاء من شي جهه معينه، حنا ما ننسقوش مع هذوك باقي ما همهمش في المستوى ديالنا. اللي نقدر نقول انا كمدير لاراج اونلاين ولا كنشتغل في الاعلام، خصنا حنا الحقوقيين ما كنش كنقصوا بعضياتنا اولا كنختاروا بعض المواضيع اللي غنمشيو نضلوا فيها ونختاروها كاولويه في الاجنده ديالنا. كاين ملفات عند كل اطارات نجلسوا نرتبوها على حسب الراهنيه كما قالوا الاخوان، وما يكونش فيها الطابع السياسي على اساس ان هذا الجانب هذا فرض راسه على ان نسبقوه، وفي حين ان كتكون مواضيع ولا ملفات عند الراهنيه ديالو عند الصدقيه ديالها، ولكن الاغلبيه اولا الجهه اللي كتكون مورقه يعني اللي عند القوه ديالها هي اللي كترجع هذاك الملف اللي عنده طابع سياسي وكتغلبوا على هو ما هو اجتماعي ما هو حقيقه يعني الشعب باغيه. انا الراي ديالي كاعلامي اننا متتبع واحد مجموعه من الملفات كاين قضايا حقيقيه في العرايش، ولكن بعض المرات لسبب من ما سهوا او لا عمدا كنخرطوا في واحد النضالات، ربما الشارع كيدور فينا حنايا كيقول لك واش ما كاينش غير هذه راه كاينه قضايا اخرى. والتمس من الحضور الكريم التي كانت تنسق فيما بينها من اجل التوقيع على البيانات او الغلط في ان اللي كيكون شي تجمع ولا شي تظاهره ولا كما قال الاستاذ كنلقى اطار حقوقي كيجي بوحديته هذه الحضنه في عده محطات جوج ديال الاعضاء ولا ثلاثه الى في حين ان في جمعات لا تبقى تقدر نعم ان جميع الذين يمثلونها اقروا بان المرجعيه ديالها التنسيقيه او الهيئات ديالهم كلها مرجعيه حقوقيه. لهذا لكن لان الاخ او الرفيق الاستاذ ذكر بان ممكن التنسيق ومن عند التنسيق، ولكن هناك بعض القضايا ما غاديش ننسق فيها، ما فهمناش علاش ما يقدرش ينسق فيها، واش لسبب طريقة الاشتغال أم لسبب طبيعة هذا الملف أو هذه القضية الحقوقية؟ لأن يوضح لنا شنو هو السبب اللي أو علاش زعما ما يستغلوش على جميع القضايا. ثانيا هذه التنسيقية واش هي غادي توحد على جميع القضايا؟ لأن كاينة قضايا وكاينة ملفات. ملفات حقوقية غالبا كتكون ملفات خاصة لأشخاص تهمت حقوقهم، أو من القضايا فهي تكون قضايا كبرى تهم ساكنات في المدينة بصفة عامة. لهذا كنطلبوا من الممثلين ديال التنسيقية يوضحوا لنا واش غيكون عمل مشترك في جميع القضايا أو الملفات أم فقط في القضايا الكبرى.
ديالنا هو شي بحال فوق يعني المستوى ديال الفهم اللي حددنا انه خص تتعبرش حول المكان الاختلاف شنو نكون ديال الاختلاف باش تفهموا الاطارات ما بينها باش تقدر انها تاخذ شي تجربه على عن وعي وعارفه شنو كدير فقط التجارب السابقه كانت تنسى صوت حتى المستوى ديال المفهوم بالجبهه ولكن هي ما غادي نديرو جبهه وحنا جالسين ولكن المستوى الفهم ديال المصطلحات ما كاينش ما بين اطارات المشكله من هاد الجبهه والمفهوم السياسي كتسيل الغراوة بدون مفهوم سياسي اللي يقدر يجي يعمل تسيل الشعبية الحق وأنا بغيت نشوف حق الإنسان سياسة حق الإنسان وما يدخلش التسيل على أنا أرضية في هذا المصطلح السياسي خاص شوية تقريبا وجهة النظر ما بين الرفاق باش يكونوا عارفين علاش اللي كيديروا باش ما تخسر في عاوتاني تفشل التجربة في البداية ديالها وتعطينا هو أساسي مفهوم الائتلاف باش ما قلناش الجبهة وقلنا الائتلاف أولا باش أو اتحاد أو رابط الائتلاف هو تحافظ على الاستقلالية الذاتية ديال كل إطار والائتلاف لغة هو تحافظ على الاستقلالية ديال كل واحد وما تيكونش على الملفات الصغيرة أكثر ما تيكون على قضايا كبرى باش نحافظوا على هذا المستوى ديال السي العليكي طرح مؤسسة الائتلاف نحن لا نبحث عن لما غنبحثوا غنديروا شي هيكله بنيه بقدر ما اننا نحاول نعطيو لعملنا واحد الشكل تنظيمي قزمي او بدائي اللي تتكون فيه مسؤوليات مترتبه وتتخلق لنا اليات ديال المحاسبه والنقد الذاتي وتحمل المسؤوليه هذه هو المبادئ الموجهه لاي ائتلاف او اي تنسيق وبالتالي ما تنقلبوش على 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 المؤسسه ديالها كما ممكن تفهم المؤسسه بالنسبه للاهداف اعتقد وكانت هي سؤال عندما طرحنا مجالات التنسيق ممكن وهي كانت غير مفصله تحدث مثلا عن تخليد المواعيد الوطنيه والدوليه لحقوق الانسان والمحطات التاريخيه للشعوب هذا مفهوم ان هذا برنامج يكون برنامج اممي ما يمكنش مثلا تجي 17 اكتوبر حقوقيا ما يمكنش ما تفعلوش معها اليوم العالمي لحقوق الانسان ما يمكنش ما تعاملوش معها 30 مارس اليوم الارض الشعب الفلسطيني ما يمكنش ما تعاملوش معها النكبه ما يمكنش ما تعامل يوم المختطف ديال الشهيد بمبركا ما يمكنش يعني مجموعه ديال المحطات او مجموعه من القضايا الوطنيه مثلا نعطيو مثال اخر حاجه هو البيان ديال الائتلاف المحلي الائتلاف المغربي للحقوق الانسانيه وحقوق الانسان في البيان ديال الرد على محاوله منع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان من ضمن المؤتمر مثلا البيان ديال التضامن مع الاستاذ الزهري الرئيس السابق للعصبه من تم محاوله تورط الابن ديالو في واحد الملف المخدرات يعني مجموعه ديال الانشطه الاشاعيه مفهوم على الادوات يعني ممكن تفصل هذا الشيء هذا الاشكال النظريه ديال المضمون المطلوب مثلا ممكن تتواجهوا مع ملفات مطلبيه مثلا ديال الجماهير الشعبيه حول الحق في السكن او الحق في شي حقوق اقتصاديه او اجتماعيه او ثقافيه او بيئيه تنتعاطوا معها وايضا التضامني التضامن مع الشعب الفلسطيني التضامن مع الشعب العراقي ربما هذا الشيء ديما ايماننا اولا بجدوى العمل المشترك وإيماننا ثانيا بأن الهم الحقوقي هو هم مشترك وتأكيدا منا وتكريسا منا لما صدق عليه في المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي أوصى بتكريس التحالفات الحقوقية وسيرا على الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان على المستوى المركزي جاءت فكرة طرح هذه الأرضية للتنسيق من أجل إعطاء واحد البعد أكثر تنظيما وبالتالي من يكون أكثر تنظيما سيكون أكثر فعالية وسيشرك الجميع على قاعدة ثوابت ومبادئ وضوابط أعتقد أن جميع
الإطارات الحقوقية الحاضرة معنا تشكل جزءاً من قوانينها الأساسية أو الداخلية، بل الأدب أكثر من هذا، هي جزء من مرجعيتها. هذا المشروع الأرضية بوبناه على مستويات السياق العام للتنسيق الحقوقي، حاولنا فيه المقاربة الوضع الدولي والإقليمي المتسم بشكل عام بالهجوم على المكتسبات الشعوب والزيادة وضرب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونزوع المحافظ الذي أصبح الآن يهدد حقوق الإنسان كمبادئ في كونيتها وشموليتها. أيضا حاولنا أن نرصد بعض مما توصلنا إليه، بعضا من ما يخوض الخروقات التي تشوب الواقع المحلي بمدينة العرابيش، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. أعتذر. أيضا حاولنا المؤسسة لهذا التنسيق انطلاقا من مرجعيتها، اعتقدنا فيها أنها لن تكون إلا المواثيق والعهود والبروتوكولات الدولية حول حقوق الإنسان وأيضا التشريعات والقوانين الوطنية في تراتبيتها، أي تراتبيتها من الأصول والتلازم، ما لم تتناقض مع مقتضيات التشريع الدولي، باعتبار أننا كحقوقيين نؤمن بسهول المواثيق الدولية. أيضا استطعنا حاولنا المؤسسة لمبادئ تتوجه هذا التنسيق، وحاولنا ركزناها في 5 مبادئ هي الاستقلالية، الديمقراطية، الكونية، الشمولية، الجماهيرية، التقدمية. ورابعا حاولنا أن نؤسس لضوابط التنسيق، وأعتقد أنها ضوابط متداولة من داخل الإطارات الجماهيرية بشكل عام ومن داخل الائتلاف الوطني، ونمارسها بشكل يومي في ممارستنا سواء كمناضلين سواء من داخل الإطارات، وركزناها في النقد والنقد الذاتي والمسؤولية الأدبية والمالية والمحاسبة والتناوب والتداول في المتابعة والمسؤولية والالتزام بمضامين التنسيق. ثم تحولنا إلى مجالات التنسيق وحاولنا أن نلتزم بالمواعيد الوطنية والدولية والأممية التي تنخرط فيها كاع أيام الحقوقية الأممية والدولية أو بالنسبة للقضية الحالية المطروحة، إحنا كنتقاسموا بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بنفس المرجعيات أيضا في الدفتر المغربي. ملاحظة واحدة هو فيما يتعلق بالإساسة ديال الائتلاف، أعتقد ما يمكنناش نأسسوا مع الإطار ما كنتقاسموش معاه نفس المرجعية ديال المجال الاشتغال ديالو. اللهم لكان تمشي أرضية اللي يكون هذا النسب على مستوى قضايا محددة متفق في المدعية، على أساس أن اللي أدى بهذه المبادرة بالائتلاف هي ماشي نتجت انطلاقا من الفهم العمل الحقوقي ديال كل إطار، ولكن نتجها واقع معين، هو أننا وجدنا على أنه راه ما يمكنش على ان الاشتغال ديال كل اطار على حده في السياق ديال الهجوم على المكتسبات الحقوقيه ما يمكنش يكون تكتل عطاء النتيجه ديالها. انا ما عطلتش بزاف، ولكن اللي بغيت ناكد عليه على ان لا غيكون شي ائتلاف ولا هذا غادي يكون حول قضايا معينه. بالنسبه للتاسيس ديالو انا اعتقد على ان التاسيس ديال الاطار هي وحده المرجعيه ديال الاشتغال ديال الاطارات غادي يكون معيق مستقبلا، حتى ولو حاليا اننا مشينا في هذا السياق هذا مستقبلا غادي توقع استضافات فيما يتعلق بالتعاطي مع بعض القضايا والفهم لكل اطار من نوع القضايا. انا اقول على ان اذا غادي يكون شي تنسيق او تاسيس يكون على قضايا محدده، نعتبر هذا هو لقاء اولي على اساس انه تكون لقاء اخر باش نحددوا فيه بالضبط القضايا اللي حنا باغيين نسقوا فيها او نأسسوا فيها اطار. شكرا.
واحد الرؤيه اللي ما يبغى العيب يكون عليه الانسان. اكيد ان هذه الندوه ما يمكنش نناقشوا فيها كل القضايا، نناقشوا السياسه، نناقشوا المؤسسات، نناقشوا ميزان الحدود، كيفاش حنا بالدور ديالنا كيفاش نسرعوا واحد الميزان الدول المواجهه الى اخره، كيفاش نفكروا في اطار في اتجاه ديال 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 هذا الانسان اللي حمايه المدافع الانسان. كل هذه القضايا طبعا فيها كثير وغادي تخرج بينا، لان غنذكروا على الوضع السياسي في البلاد ديالنا غير مفصول، لان المساله ديال حقوق الانسان في المغرب في الاصل ديالها في الصميم ديالها هي مساله ديال الديمقراطيه. بالتالي انا شخصيا قريت باش نكون اكثر 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 وجاز في الموضوع، انا قريت الارضيه ديال التنسيق. بالنسبه لي لينا كان واحد التنسيق حقوقي في مدينه العرابيش مع بعضياتنا، كان الشموع اللي من فات الى اخره، كنا كيدير واحد الحركه، واحيانا تكون الحركه نتيجه احيانا تكون حركه وجه التضييق. ما عندنا مشكل، جات هذه المبادره اللي كنا كننتظروها، اكيد ان المبادره المؤسسه ما هي المبادره التلقائيه اللي كتكون عاقله في قصه الملف وفي ملف فاس، وكيكون الاجتماع ضعف بناء على تلك الملفات، ولكن هذه المبادره المؤسسه هي عربيه يعني هذه قريه ارضيه واضحه مبنيه على واحد على واحد التصور حقيقي. شخصيا انا ما عنديش عليها اعتراض مطلقا، غير فقط على ان الاشتغال ديالنا حنا كحقوقيين في مدينه العرائش ينبغي ان يكون بجوج ديال المرتكزات. المرتكز الاول المعرفه الحقوقيه، بالنسبه لنا ما يمكنش يكون المناطق ديالنا في اطار العمل الا المعرفه الحقوقيه. تكون عندنا ثقافه حقوقيه قويه اللي غادي تكون هي المرجعيه الاصليه، تبقى المرجعيه الاخرى اللي على حقوق الانسان على مستوى الشريعه المحليه والشريعه الدوليه، لكن تكون عندنا هذه المعرفه والمنظار ديالنا اللي تبنى على هذه المعرفه. اذا هاد شرطين اساسيين خصنا ناخذوهم بعين الاعتبار، لانه احيانا في اطار الخطاب المنفعال للحقوق احيانا كنخرجوا على السكه، وبالتالي انا اذكي بهاد جوج المرتكزين اللي تستقيم الامر والعمل ديال الانسان ديالنا. تحديد الاهداف، تحديد الاهداف والمرام الكبرى لهذا الابتكار، ثم تحديد اليه الاشتغال ان كان هناك تنسيق، بمعنى هذا الاتجاه او هذا التنسيق ان كان لابد ان يجيبنا على اي على سؤال على سؤال واحد، الى اي حد ان يساهم هذا الائتلاف في اعطاء واحد القوه واحد مثلا للعمل الحقوقي داخل المدينه، والا غادي يكونوا مثلا كنجتمعوا كيكون تنسيق وما كيكونش اهداف، ما كيكون تحققش اهداف. هذا لابد تحققنا في الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان، حنا مع التنسيق، ولكن شريطه ان يكون هناك توافق في الرؤى، توافق في اليه الاشتغال، وان يحقق الاهداف المسطره خلال هذا الشيء. مختلف انواعها من الفروع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والمدنيه كغير ذلك. نحن في الهيكل الوطني لحقوق الانسان لقد ضربنا ناقوس الخطاب على اجتهاد حقوق الانسان التي عرفته بدوله وبدوله السابقه المركزي في الشهر الاخير. نحن نريد هذا الاهتمام غير اننا متحفظين بنقطه واحده على وهو التوجه لهذا الاهتمام التحكم فيه. الأخ الجمعية الوطنية كانت تحاول تنظر على الآليات والأهداف، تحديد الأهداف والآليات، ونضج لنا النقاش كمسلمين. والأخ ديال مصطفى جاء في مسألة تنظيمية بمسألة شكلية. نبداو في تقدر ديال النقاش، مناقشة، على الرغم نشوفوا من